كل الليالي جميلة، ولكن أجمل الليالي الجميلة هي اللي بطلها النادي الأهلي. للأمانة النادي الأهلي يا جماعة أتعب الجميع. أتعب الجميع في إيه؟ في اللي بيعمله النادي الأهلي. لما تشوف قدرته امبارح في مباراة الترجي، وإزاي فرض شخصيته وسيطرته، وحوالي 97 تمريرة في هجمة بيوصل زمانها لحوالي 4 دقايق ونص. ده النادي الأهلي، دي شخصية بطل، ده فريق عنده القدرة ان هو يكون في المباراة بيصعب الفوارق على اي حد. ودايما برجع واقولها، ان لما عصام الشوالي قال لولا وجود الأهلي لكان للأندية التونسية شأن آخر، هي كانت مقولة مجتزأة، لان لولا وجود النادي الأهلي لكان لكل أندية القارة محلية وإفريقية شأن آخر. لان يا جماعة النادي الأهلي خارج السياق بتاع المعادلة. يعني إيه خارج السياق بتاع المعادلة؟ يعني لا النادي الأهلي بيستسلم، ولا النادي الأهلي بيقع، ولا النادي الأهلي في يوم بيرفع الراية البيضة، لأن راية النادي الأهلي حمراء. راية النادي الأهلي هي راية روحه، راية إصراره، راية فكرة البطولة والبطل. هو ده النادي الأهلي. تعالى بعد مباراة سان داونز، مستحيل تراهن على شخصية فريق في القارة زي النادي الأهلي. تعال شوف التحول. التحول ده يحتاج تاريخ، يحتاج شخصية، يحتاج إصرار، يحتاج جمهور، يحتاج إدارة، يحتاج لاعبين، يحتاج منظومة مختلفة. لو في مكان آخر، انت بعد الهزيمة دي هتبعد بعيد جدا، ولكن النادي الأهلي ما بيبعدش. النادي الأهلي وكأنه قدر البعض داخل القارة، كأن هزيمة سان داونز الأولى اللي بعدها النادي الأهلي اللي هي بخماسية، اللي بعدها النادي الأهلي خد البطولتين سنتين متتاليتين، كأن المرة دي الناس رهنت، قالت ما يمكن المرة دي الوضع مختلف، ما يمكن المرة دي النادي الأهلي مش كل مرة هيعود بالشكل ده، ولكن بتعود وداخل البطولة. وعشان كده النادي الأهلي يا جماعة تراهن عليه، تراهن على النادي الأهلي، وتراهن على قدرات النادي الأهلي. النادي الأهلي ما بعد مباراة سان داونز 11 مباراة بيستقبل هدف واحد. تخيل مباراة بتخسرها بخماسية، ثم بعدها 11 مباراة بتستقبل هدف واحد. أي شخصية، أي إصرار، أي منظومة صنعها المدرب داخل الملعب بعد المباراة دي، لأن المباراة دي كاشفة للمدربين، يا الدنيا تهرب منك يا تقدر تلم. واللي عمله كولر انه قدر جوه الملعب يورينا كتير جدا، مع ثقه الجمهور، ثقه الجمهور اللي جت في ماتش الهلال بالحضور الكبير جدا. هو ده اللي انت تقدر تديه، ثقتنا ان لسه عندنا فرصه، كلامنا ان احنا ان شاء الله هنعمل حاجه، ثم تخطي الرجاء بهذه السلاسه، ثم خط الترجي بهذه السلاسه، ثم التواجد في النهائي مع الوداد في نهائي كبير جدا جدا جدا. اعتقد هيكون في كلام كتير عنه يا اسامه، واعتقد ان النادي الاهلي اظهر في هذه البطوله كتير جدا من التوانسه لما كانوا بيقولوا عباره النادي الاهلي لديه تقاليد. اعتقد البطوله دي اظهرت مفهوم التقاليد بشكل مختلف تماما.